قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، حيث تفقد مشروع إنشاء 134 عمارة سكنية بجوار استاد السلام، والتي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان كبديل لتسكين أهالي مناطق العشوائيات. كما تفقد أيضا محور الفريق إبراهيم العرابي ترعة الطوارئ سابقا، والذي تم الانتهاء منه، حيث أكد مدبولي أن الحكومة عازمة على المضي قدما بخطوات حثيثة لتعويض الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا وما يقترن بها من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية. وفي سياق آخر، وجه مدبولي بإزالة جميع المباني المخالفة بالكامل وتسويتها بالأرض وتحويل المخالفة للنيابة العسكرية. جاء ذلك بعدما تصادف وجود أعمال إزالات للمباني المخالفة خلال جولته التفقدية.